شركات المقاولات التركية تنجز نحو 100 مشروع بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار في 33 دولة حتى نهاية يونيو حزيران 2021. وزارة النقل والبنية التحتية التركية تؤكد أن نهاية 2021 سيتحقق حلم يبلغ من العمر 45 عاماً، وسيجري افتتاح أنفاق مدحة باشا بين زنجلداك وكيليملي، والتي ستختصر الطريق من 10.8 كيلومترات إلى 5 كيلومترات فقط، والوقت من 30 دقيقة إلى 5 دقائق فقط. مؤسسة شارك للإغاثة والتنمية تنظم بالشراكة مع مسك للإعلام حملة أضحيتك وعيدك هو عيدهم. في تركيا تم بيع 134,731 منزلا في شهر يونيو حزيران بزيادة قدرها 127.7% مقارنة بشهر مايو أيار الماضي. إجمالي إنتاج السيارات في تركيا بلغ 639,661 وحدة في الفترة من يناير إلى يونيو.